في هذا الإطار هذا كاين التدخل المباشر من بعد الاجتماعات ديال السيد الوالي ديال الأمن والإشراف كذلك المباشر ديال السيد والي الأمن على هذه الترتيبات هذه. كذلك بالنسبة للمهام المنوطة بنا بعناصر الزي وكذلك إضافة لعناصر الزي كاين عناصر الشرطة القضائية والدوائر هي استتباب الأمن وانتشار معقلاً وانتشار بطريقة معقلنة وبتوزيع محكم بمختلف محاور والشوارع والمدارات الرئيسية. إذن الدور ديالنا في هذه الليلة هذه إن شاء الله هي تمر الأجواء الاحتفالات في ظروف جد عادية في إطار سلمي وفي إطار قانوني. كنتمنوا كذلك أن المواطن بمدينة الرباط اللي ولفنا على أنه دائما كيساعدنا على أداء الواجب ديالنا والمهام ديالنا واللي كان من هذا المنبر هذا كنبارك لهم في هذه السنة الجديدة الجميع المغاربة من هذا المنبر هذا. وكنتمنوا كذلك باش الإخوان ديال الأمن يطبقوا التعليمات والتوصيات اللي كتعطاهم في حصة النداء بما في ذلك التوزيع اللي قمنا به بمختلف محاور الرئيسية والمدارات. كيف كتلاحظوا مختلف الوحدات اللي كتتواجد الآن على مستوى ولاية الأمن واللي غادي تنطلق المحاور ديالها ولا المواقع ديالها ديال الارتكاز. إذا كنلاحظوا الشرطيات ديال المرور اللي بدورهم كيساهموا في تسهيل حركة السير وتوفير السيولة بمختلف محاور ديال مدينة الرباط بالمدارات الرئيسية. كتلاحظوا كذلك الدوريات المختلطة من عناصر مدنية وعناصر ديال القوات المساعدة وعناصر ديال الهيئة الحضرية اللي كيشكلوا دوريات راجلة بالشوارع الرئيسية والدور ديالها هي الحفاظ على الأمن والتحسيس للمواطن بالأمن كذلك والتواجد الأمني بالمحاور والقطاعات كذلك. كنلاحظوا التواجد ديال السيارات ديال الاحتياط اللي تاخذ المواقع ما يفوق 30 سيارة ديال الاحتياط بمختلف مدارات مختلف الشوارع الرئيسية اللي كتجوب كذلك سيارة نجدة والدوريات ديال الدراجين الفنادق والمطاعم كذلك اللي كتستقطب عدد كثير ديال السياح كذلك كيحتفلوا بهذه الذكرى هذه والعدد ديال المواطنين كذلك ديال مدينة الرباط اللي كيجولوا بمختلف الشوارع مختلف المقاهي والمطاعم كذلك. هذا كله كيطلب منا أن نوفروا لهم السيولة اللازمة بالنسبة للسير والأمن كذلك والطمأنينة بالنسبة لهذ المواطنين هذو. كنلاحظوا عدة فرق مختلفة منها فرق التدخل السريع كذلك الوحدات ديال الدراجيين ديال شرطة نجدة والدراجيين ديال الوحدات المتنقلة شرطة نجدة والدراجيين كذلك اللي العدد ديالهم يفوق 40 دورية. هاد 40 دورية غادي تقسم بطريقة محكمة على جميع القطع بمختلف محاور كذلك الرئيسية لاستجابة للنداءات ديال المواطنين وكذلك للتدخل السريع والناجع والاستجابة الفورية للمواطنين. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.